أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الساعة الإخبارية لتغطية الأحداث والمستجدات في قطاع غزة والداخل الإسرائيلي وانعكاسات الصراعات في الداخل الإسرائيلي على توسيع رقعة الصراع واستمرار حرب الإبادة. وسط صراعات داخلية، المحكمة العليا الإسرائيلية توقف التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر. أمرت محكمة العدل العليا بإسرائيل بتجنيد فوري للتحقيق الذي يجريه مراقب الدولة في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن الداخلي في كل ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر. وأعلنت المحكمة قرارها بالواقع الأمني المعقد، وعللت هذا الأمر إعطاء وزن كبير للآراء السرية للمسؤولين عن الأمن الإسرائيلي. هذا التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع المقرر أن تعقد في يوليو المقبل. من جانبي أعرب مراقب الدولة عن رفضه لهذا التعليق في التحقيق. من ضمن الصراعات الداخلية المتأججة في تل أبيب الاحتجاجات المتواصلة وتظاهر العشرات من الآلاف الإسرائيليين مساء أمس للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. ونظمت الاحتجاجات في عشرات من المواقع، وكان أكبرها أمام منزل نتنياهو بمشاركة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وأغلق المتظاهرون عددا من الطرق. تشهد إسرائيل منذ أسابيع هذه الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع حماس، لكن نتنياهو والحكومة المتطرفة التي تتبعه بيرفض هذه الدعوات ويرفض أيضا حل الحكومة، يقول إنها من شأنها أن تحول دون تحقيق أهداف الحرب. والمعارضة على جانب آخر بتتهم أهالي الأسرى، بيتهموا نتنياهو بتقديم المصلحة الشخصية على إعادة ذويهم. الحقيقة أن هناك تساؤلات متعددة حول أسباب إيقاف هذا التحقيق، ومن الذي وراء هذا الإيقاف، وما هي تأثيرات هذا الإيقاف على الحرب، حرب الإبادة الدائرة في قطاع غزة المجوعة، وأيضا توسيع سرعة رقعة الصراع مع لبنان. للتفاصيل ينضم إلينا السيد نزار نزال، الكاتب والمتخصص في قضايا الصراع في جنين. سيد نزار، بعد التحية، يعني بداية، كيف ترى قرار إيقاف التحقيقات في الداخل الإسرائيلي حول ما جرى منذ 7 أكتوبر؟ صباح الخير لك وللمشاهدين. هذا الحديث أو وقف التحقيق جاء نتيجة حديث لها علاقة فيما لو استمرت هذه التحقيقات في الوقت الحاضر ستؤثر بشكل كبير على المؤسسة الأمنية وعلى المؤسسة العسكرية في ظل الحرب. أعتقد من وجهة نظري أن وقف هذه التحقيقات جاءت خوفا من فضائح مدوية ممكن أن تؤدي فيما لو ظهرت يعني النتائج الحقيقية. النتائج الحقيقية أستاذ العزيز واضح تماما أنها كارثية وستلقي بظلالها على الجيش وعلى المؤسسة الأمنية. هذا لا يعفي الجهات المختصة من التحقيق في وقت لاحق. أعتقد أن نتنياهو هو من يقف وراء وقف التحقيق وبعض جنرالات الحرب والأمن، ولكن هذا التحقيق لن يقبل الشارع الإسرائيلي بوقفه أو تجميده أو إلغائه. أعتقد أن هذا التحقيق سيتم في وقت لاحق، وأعتقد أيضا أن نتائج هذا التحقيق لن تكون حقيقية 100%، إنما سيعرض على الشارع الإسرائيلي بعض تفاصيل هذا التحقيق ونتائج هذه التحقيق. نحن نتحدث عن
عدة مئات استطاعت أن تخترق الحدود واستطاعت أن تسقط فرقة غزة. وهناك مؤشرات، كان أحد الأشخاص أو أحد الجنرالات وهو ليس له علاقة اليوم بالأمن، وهو إسحاق سراحي، وهو هذا الضابط المخضرم والمتقاعد الذي تنبأ بهجوم المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة، والدولة برمتها والمؤسسة الأمنية والجيش والكاميرات وأنظمة السايبرينج والتكنولوجيا لم تتمكن ولم يكن لديها أي حس له علاقة بتوقع عملية بهذا الحجم، رغم أن هناك بعض التفاصيل تحدثت عن شراء أكثر من 1000 شريحة سلكم إسرائيلية اتصالات لها علاقة بالاتصالات تم شراؤه، وتم تزويد بعض قادة المقاومة الفلسطينية بهذه الشرائح. كان هناك بعض المؤشرات على حدوث 7 أكتوبر، هذا الضابط والذي هو ليس على رأس عملية استطاع أن يعلم أن هناك هجوم، بينما الجيش والمؤسسة الأمنية لم تستشعر ذلك. سقط غلاف غزة، سقط العديد من القتلى الجرحى، أكثر من 250 إذن سيد نزار، يعني قرار الإيقاف هو برأيك هل يكشف العوار الذي يتضح تماما في السياسة الإسرائيلية والاستراتيجيات لهذه الحكومة المتطرفة أم ماذا؟ بالتأكيد تحقيق أستاذي العزيز، يعني فيما لو حصل في هذه اللحظات أو في هذه الفترة وأظهرت الحقائق على حقيقتها كما هي، ثق تماما أن زلزال سيحصل. قضية نعم. ليست بسيطة، والقضية ليست بأمر عابر أو ظاهرة عابرة أو حدث عرضي، هي ليست عملية استهدفت مجموعة من الجنود أو استهدفت مجموعة من المستعمرين، لا، هي عملية كادت أن تؤدي إلى سقوط الدولة بشكل عام. يعني نعم. نتحدث عن سقوط أكثر من 156 كيلو متر مربع، بعض المقاتلين وصلوا على بعد 20 و30 كيلو، وبالتالي نتائج هذه الملحمة أو المنازلة أو الواقعة أعتقد لو ظهرت الآن سيكون لدى الجيش ضربة من نوع خاص. نعم، يعني إذن أجلوا هذه التحقيقات باعتقادي إلى ما بعد الحرب، ولن تعلن كاملة، سجل علي ما أقول لك، لن تعلن على الإطلاق نتائج هذه التحقيقات بشكل كامل على الملأ، سيكون هناك بعض التفاصيل التي ممكن أن يرضى بها الشارع. نعم، تأثير إذن كيف ترى سيد نزار تأثير الصراعات الداخلية واستمرار هذه الصراعات وإصرار الشعب والداخل الإسرائيلي على هذه التحقيقات وعلى عقد صفقة تبادل الأسرى بالمحتجزين، تأثير كل ذلك على سياسات هذه الحكومة المتطرفة التي تمضي في حرب الإبادة وتتجه ربما إلى توسيع رقعة الصراع مع لبنان؟ شوف، اليوم داخل الكيان هناك انقسامات كبيرة، وهناك تشظي في الشارع، وانتقل إلى المؤسسة العسكرية والطبقة والنخب السياسية. نحن نلاحظ أن الخلاف لم يعد يقتصر على موضوع العلمانيين وحاخامات أو رجال الدين والعلمانيين، اليوم هناك حالة من التنافر أو حالة من التباين ما بين ابن كبير وهو في الصهيونية الدينية وما بين نتنياهو وهو في الصهيونية القومية، وهم يعني يمينيين متطرفين. هناك خلافات مع شاس، نحن نتحدث عن حركة حريديم 11 مقعد في الكنيست، هذا كله أعتقد أن نتنياهو قادر على التعاطي معه، قادر على أن يبقي التوليفة الحكومية صلبة، ولا أعتقد أن هذه التباينات والاختلافات ستؤدي إلى إسقاط الحكومة. نتنياهو أمامه اليوم ملف ثقيل، الشارع الإسرائيلي يوم أمس كان هناك استطلاع للرأي، أعتقد 67% من الشارع الإسرائيلي إذا مو أكثر يطالب الجيش ويطالب الحكومة باتخاذ قرارات لها علاقة في الجبهة الشمالية، خاصة بعد خطاب نصر الله. وأيضا
الشارع الإسرائيلي أدمن على موضوع المفاوضات والصفقة والورقة المصرية والحديث الذي له علاقة في الأسرى. أعتقد أن الشارع الإسرائيلي فقد الأمل بهذا الموضوع، خاصة أن نتنياهو استطاع أن يقنع الشارع الإسرائيلي بسرديته وبرؤيته أن أي اتفاق مع المقاومة الفلسطينية هي هزيمة للجيش الإسرائيلي، وإسرائيل ستكون على المحك، والموضوع ليس بالبساطة. هناك قناعة لدى الشارع الإسرائيلي إلى حد ما، هذا يفسر أن نتنياهو حاول واستطاع أن يحشد يعني الكم الكبير من الشارع واقتناع الشارع بهذه الرؤية. نعم. واليوم الشارع الإسرائيلي مقتنع أن على الجيش تحقيق انتصارات داخل قطاع غزة، وأن قطاع غزة لن يقوم بمقدوره مستقبلا تشكيل أي تهديد لغلاف غزة. الجيش سيتوجه إلى الشمال، نحن نتحدث عن تخفيف للقتال داخل قطاع غزة أفقي، عندما نتحدث عن الصراع الأفقي أعتقد أنه بدأ ينتهي شيئا فشيئا. الجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذاهبة إلى الصراع الرأسي والعمليات الجراحية التي لا تستدعي وجود قوات داخل مناطق مأهولة، إنما عمليات جراحية بناء على معلومات استخباراتية، وبالتالي لن يكون الإسرائيليين بحاجة إلى كتل بشرية كبيرة، إنما أسراب من الطائرات بسيطة وبضع مئات من الآليات وبعض الألوية. والجيش الإسرائيلي سيتوجه خلال المرحلة القادمة باتجاه الجبهة الشمالية. أعتقد أن الخطط جاهزة وأن قرار الحرب قد اتخذ في الجبهة الشمالية، ممكن خلال أسابيع بسيطة الجيش الإسرائيلي سيبدأ برغم كل هذه الأحداث وما يحيط بها يعني، وتوجيه يعني الأصابع الاتهام إلى الجيش الإسرائيلي والشباك تحديدا يعني بحسب يعني ما أوضحت القضية التي وقعت على قرار إيقاف المحاكمة. يعني حتى لو إسرائيل والمزاج العام، يمكن حكينا وفي أكثر من مناسبة وأنا أعود لأكررها، اليوم الشارع الإسرائيلي والنخب والطبقة الحاكمة والعسكر والأمن، الشارع بشكل الدولي بشكل عام، المزاج العام تغير، طبيعة التفكير كيف تنظر الدولة للملفات لم يعد كما كان. هناك سببين، السبب الأول هو 7 أكتوبر وما حصل وتداعياته، والسبب الثاني هي التوليفة الحكومية الموجودة، وهي حكومة حاخامات ورجال دين، وبالتالي لم تعد إسرائيل علمانية ملحدة تنظر إلى أسر جندي أو حدث ما على أنه حدث جلل أو عظيم، وبالتالي نحن نتحدث عن 120 إذا مو أكثر من الأسرى داخل قطاع غزة. نتنياهو يتعكز على هذا الملف من أجل إطالة أمد الحرب، وهو غير معني إطلاقا بإطلاق صراحة هؤلاء الأسرى. الجيش الإسرائيلي حسب ما فهمنا يوم أمس من إعلام العبري قد صادق قائد المنطقة الشمالية على الهجوم على لبنان، وقائد الأركان والمبعوث الأمريكي إذا ما لاحظت ما عندما زار بيروت وهو لم يذهب للتفاوض أو لنزع فتيل الأزمة، هو ذهب من أجل التهديد، هو سمع كلام أوقف الحرب في غزة أوقف الحرب في لبنان، عاد عابسا إلى تل أبيب وعاد أكثر عبوسا إلى أمريكا. يوم أمس كان هناك موافقة على دفعات من السلاح للإسرائيليين من قبل الأمريكان، وأرسلت حاملات طائرات ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذه كلها مؤشرات تعطينا على أن الإسرائيليين ذاهبين إلى لبنان، والحرب أعتقد أنها ستقوم، المسألة مسألة وقت، ولكن الإشكاليات هي ما هي الـ outcomes of the war، يعني ما هي النتائج الحرب. هذه هي خشرة إسرائيل، لا تعلم بالضبط بإمكانيات حزب الله سواء كانت تقنيا أو عناصر بشرية أو إلى آخره، وبالتالي القرار في لبنان هو قرار أمريكي وليس إسرائيلي. قضية تحقيقات وتفاصيل لها علاقة ماذا جرى في 7 أكتوبر ومن الذي سيتحمل المسؤولية، تحدث نتنياهو وهاجم الجيش وهاجم الأمن،
وكان هناك عدة استقالات إذا ما لاحظت معي، وهو قائد فرقة غزة آبي وقائد المنطقة الوسطى ومسؤول أو قائد الاستخبارات في الدولة في إسرائيل. هؤلاء استقالوا لأنهم يعتقدوا أنهم يتحملون جزء من المسؤولية. إذا ما لاحظت معي قائد الأركان قبل فترة قال أنا من يتحمل المسؤولية كاملة. وعادة إذا ما لاحظت معي الحروب دائما تؤدي بالحكومة إلى السقوط. نحن نتذكر ضربة 73 السادس من أكتوبر كيف استقالت الحكومة الإسرائيلية مباشرة بعد الحرب، ولكن هذه المرة نتنياهو أبعد الطبقة السياسية والنخب عن تحمل المسؤولية وتحملها الجيش والأمن. هذه من ضمن المعطيات التي تحدثت لك عنها عن كيفية تعامل إسرائيل والكيان اليوم مع الملفات وكيف ينظر إلى أي حدث ما، وطبيعة نتنياهو ودهائه في العمل السياسي وخروجه دائما من أي مأزق. إذن سيد نزار، أنت ترى أن هذا القرار، قرار الإيقاف، هو دعم لسياسات هذه الحكومة المضطرفة وأنها ماضية بالفعل فيما وضعته مسبقا. سيد نزار نزال، الكاتب والمتخصص في قضايا الصراع، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة على شاشة قناة النيل الأخبار من جنين. ومشاهدينا بينضم إلينا الأستاذ إيهاب نافع خبير العلاقات الدولية. أستاذ إيهاب، بعد التحية، يعني بداية، هل التفنيد أسباب منع إجراء تحقيقات الآن في الداخل الإسرائيلي هو يعتبر بمثابة دعم سياسي للحكومة المتطرفة أم ماذا؟ بداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهد الكريم. بالتأكيد نحن أمام إجراءات مساندة بشكل كامل لنتنياهو للمضي في عملية تفجير المنطقة بشكل كامل ودون توقف ودون ردع من أي جهة من الجهات، سواء من الجانب الأمريكي الذي من المفترض أنه يرعى عملية السلام ووسيط يفترض أنه وسيط نزيه لوقف نزيف الدماء المستمر في قطاع غزة على مدار أكثر من 8 أشهر. وكذلك كنا نتعامل جميعا على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرار وصاحبة اليد الطولة وصاحبة القدرة على التحكم في السياسات الإسرائيلية على مدار السنوات الماضية، لكن ثبت في هذه الأزمة أن العكس هو الذي يحدث على أرض الواقع بشكل كبير. نتنياهو حتى اللحظة استطاع أن ينفذ كافة سياساته المخربة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل كامل، ويمضي بالمنطقة إلى توسيع دائرة الصراع وفتح جبهات عديدة، وكل ذلك من أجل أن يستمر نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية وأن ينجو برقابته هو فقط من المحاكمة والرضوخ للمحاسبة. وربما القرار الذي صدر بوقف التحقيقات هو قرار فاضح يفضح إلى أي مدى استطاع نتنياهو أن يسيطر حتى على القدرة في الداخل الإسرائيلي ومراقب الدولة وممارسة دوره في مراقبة الحكومة والوقوف على أسباب هذه الأزمة الكبيرة التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي وتفجير الموقف على كافة الجبهات. كان على مدار السنوات الماضية هناك منصب يسمى مراقب الدولة، مهمته أن يراقب الحكومة ويراقب هذه الأعمال التي يقوم بها، وهو منصبه تابع بشكل مباشر للكنيسة الإسرائيلية. هذا الدور عطل بسبب نتنياهو وقدرته ونفوذه في الداخل الإسرائيلي، فضلا عن حالة غريبة موجودة في الداخل الإسرائيلي الآن. نحن نجد من وقت لآخر صدام حاصل ما بين الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي والحكومة، ثم يحدث تراجع في ذلك الأمر. لاحظنا خلال الأسبوع الماضي هذه التصريحات التي خرجت بشكل واضح ومباشر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن أن ما يجري من عملية استهداف للقضاء الحماس هو أمر هراء بشكل كامل وغير قابل للتنفيذ وغير ممكن، لأن حماس تمثل فكرة موجودة في أذهان الشباب الفلسطيني ويمثل رمزية للمقاومة لا ولن يمكن بأي حال من الأحوال القضاء عليها، وأن وضع ذلك هدف للعمليات العسكرية في غزة هو أمر يعني خيالي غير طابق للتنفيذ بشكل كامل. ثم خرجت الحكومة الإسرائيلية لتقول يعني تستفسر
يعبر عن أسباب صدور مثل هكذا تصريح للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وهبت على أساس ذلك ربما، وأعتقد أنه من تداعياتها أنه حصل حالة من التوافق ما بين أطراف حكومة التطرف الإسرائيلية، وبعد حالة النفور التي كان يظهرها نتنياهو أنه لا يقبل ببن غفير أن يكون عضوا في مجلس الحرب، وأنه ألغى تشكيل مجلس الحرب أو حكومة المصغرة التي تدير العملية العسكرية، جاء بن غفير وقبل نتنياهو بقبوله عضوا في مجلس الحرب، وبالتالي هم يعني أدوات قائمة لا تزال حتى اللحظة إسرائيل متمثلة في هذا الجانب المتطرف، وهذه الحكومة شديدة التطرف ممثلة في نتنياهو وبن غفير وكذلك سموتريتش، وممارسة مستمرة لارتكاب أعمال شديدة العنف شديدة التطرف، هي أعمال تطهير عرقي كاملة لا تمثل بأي حال محال عمليات عسكرية، لأننا من تابع عمليات العسكرية في غزة منذ بدايتها من بعد أحداث 7 أكتوبر نجد أن عملية استهداف كامل للمدنيين، عملية استهداف كامل للمباني، عملية استهداف كامل للحياة بشكل كامل في قطاع غزة، لم نجد مواجهة حقيقية بين جندي إسرائيلي ومقاتل من حماس وجها لوجه، لكن كل ما يجري كلما تلقت القوات الإسرائيلية لطمات جديدة من قوات المقاومة الفلسطينية كلما اشتدت عملية الانتقام من المدنيين، وربما ما يجري على الأرض يفسر ذلك، لأننا لا يعني كل ما يجري على قطاع غزة هو عملية استهداف للقضاء على الحجر والبشر والحياة بشكل كامل وتغيير ديموغرافية الحياة في قطاع غزة. لم تحدث هناك مواجهة، لم تتحقق أي من أهداف حماس، أقصد إسرائيل المعلنة أعلن عن أنه يستهدف القضاء على حماس، لكن ذلك لم يحدث ولن يحدث، وإلى ذلك أيضا لم يحقق باقي الأهداف. نعم يعني سيد إيهاب، يعني القضية التي اتخذت القرار يعني أوضحت أن هناك من يتخذ أو يضع وزنا كبيرا للآراء غير المعلنة بالتأكيد في حول هذه الثغرات الأمنية التي اتخذت منذ 7 أكتوبر أو هي موجودة بالفعل في الجهاز الأمني والقوات المسلحة أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني هل مع كل هذه الاعتبارات هل يمكن أن يتوغل الجيش جيش الاحتلال في لبنان ويضيف إلى عواره عوارا جديدا؟ أعتقد أن الرسالة واضحة من حزب الله من خلال يعني هذا التقرير الكاشف، 10 دقائق كاملة مسيرة الهدد أتت بما لم تأتي به من قبل أي أجهزة استخبارات ربما في المنطقة عدا الجيش المصري. احنا نعلم أن مصر يعني لا زالت حتى اللحظة قادرة وكاملة تملك أدواتها، لكن خلاف الجيش المصري في المنطقة لا توجد قوة امتلكت هذه الإمكانية للكشف الكامل عن المواقع العسكرية والمناطق المؤثرة وشديدة الحساسية وحتى محطات الكهرباء ومناطق الحياة بشكل كامل في الداخل الإسرائيلي. هذا التقرير الذي استمر لقرابة 10 دقائق وبثه حزب الله قبل أيام قدم رسالة شديدة القوة وشديدة الأهمية للداخل الإسرائيلي لكامل الحياة في إسرائيل، حتى أن أحد وزراء إسرائيل أعلن وبشكل واضح مسؤول الكهرباء في الداخل الإسرائيلي قال لو أن حزب الله استهدف محطات الكهرباء لا غطت إسرائيل في ظلام كامل ولن أحد يعيش في إسرائيل. هذه واحدة، ما بالك لو تحدثنا عن الأهداف العسكرية التي رصدها الحدود حزب الله، ونحن نعلم أن القدرات العسكرية الحاضرة لحزب الله قادرة على دك تل أبيب وبشكل كامل، ولذلك حضرت المدمرات الأمريكية للمنطقة وذهب المندوب الأمريكي للبنان وهو يجهز المسرح للعملية التي جرى الموافقة عليها، لكن رسائل حزب الله كان حاضرة وواضحة وبعث برسائل حتى إلى قبرص، تحدث عن أن قبرص لو استخدمت مطاراتها في الإقلاع لطائرات العدو الإسرائيلي على حزب الله سيتم استهدافها، وردت الحكومة القبرصية أن إمكانيات العسكرية لقبرص لن تستخدم من أي دولة أجنبية، وبالتالي هناك تجهيز لمسرح العمليات العسكري في المنطقة لعملية جديدة. نتنياهو لا يأبه بأحد، نتنياهو لم يجد من يردعه
في المنطقة. للأسف الشديد نتنياهو لم يرضخ لأي ممارسة من أي ضغط من أي نوع في المنطقة، ولا يزال يمارس بتبجح شديد عملية تفجير المنطقة، وينطلق في هذا الأمر يعني زيادة توتير المنطقة، مستغلا الضعف الأمريكي الحاصل وعدم القدرة على حسم الموقف الأمريكي من الأزمة، وعدم قدرة أمريكا على فرض وجهة نظر معينة تقلل من تبعات هذه الأزمة. وللأسف الشديد لا تزال عملية فتح جبهات جديدة في الأزمة قائمة، والحل في منتهى البساطة، لو في اليوم غدا لو تم وقف الحرب في غزة لن تحدث أزمة في البحر الأحمر، ولن تحدث أزمة في لبنان، ولن تحدث مواجهة. يبدو أنها استراتيجية وضعت مسبقا سيد إيهاب، ولكن هو السؤال يعني هل الولايات المتحدة الداعمة لحكومة نتنياهو المتطرفة وبعض الدول الأوروبية أيضا، يعني هل يعرضون الأمن الإسرائيلي الداخلي مع التظاهرات والمعارضة وبعض الاستقالات يعرضونه إلى النفق المظلم إذا ما اتجهت إسرائيل إلى لبنان بريا، أم كيف ترى الأمور؟ أنا أعتقد أن إسرائيل تأثرت بشكل كبير من الحرب منذ البداية. نحن نتحدث عن ميزانية تصل لمليار دولار يومين يتم إنفاقها على اقتصاد الحرب والعملية العسكرية الحاصلة. نتحدث عن تعطل كامل للمدارس والجامعات في الداخل الإسرائيلي. نتحدث عن نزيف حقيقي في الاستراتيجية الكاملة التي قامت عليها الدولة الإسرائيلية، التي تتحدث عن إسرائيل هي الوطن الآمن الموجود في منطقة الشرق الأوسط. الإحصائيات تتحدث عن حالة نزوح كبيرة للغاية في لإسرائيل، مسألة الهجرة العكسية، مسألة إقبال عدد كبير جدا من العائلات الإسرائيلية على البحث عن مناطق أمنة جديدة في العالم والخروج من إسرائيل، وهذا يمثل انعكاس لانهيار فلسفة قيام الدولة الإسرائيلية بشكل كامل وقيادة الجانب المتطرف للوصول إلى هذا المنحنى الخطير المرتبط حتى بفلسفة قيام الدولة الإسرائيلية، وليس فقط بفلسفة وجود الأمن الكامل في منطقة الشرق الأوسط فقط. وبالتالي نحن نتحدث عن انهيار للمنظومة الإسرائيلية بشكل كامل، تأثر كبير حاصل، لكن هذه المكبرة التي يقودها نتنياهو والجانب المتطرف الذي يشاركه في الحكومة الحالية يقود المنطقة بشكل كامل لحالة نزيف غير مسبوقة في الدماء، توسيع دوائر الصراع الحاصلة، توسيع دوائر الحرب، ويجر ربما أطراف أكبر، لأنه نحن نعلم أن جر حزب الله للحرب ربما يجر إيران أيضا، وأيضا الحوثيين الآن موجودين كطرف في المعادلة، ربما تزداد عملية المواجهة في البحر الأحمر. وفي النهاية الدولة المصرية لا تزالت حتى اللحظة تسعى بالتعاون مع الأطراف القائمة سواء المتحدة الأمريكية أو حتى مع قطر أو مع الجانب الأممي أو الأطراف الدولية ذات الصلة أن تسعى لنزع فتيل الأزمة، لكن للأسف الشديد نتنياهو يقود بمكابرة شديدة عملية التصعيد ولا يتراجع، لأنه يدرك أن الثمن وقف الحرب هو رقبة نتنياهو نفسه ولن يتنازل عن هذا الأمر، ويجب على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى الفاتورة البهيضة التي ستدفع حل فتح الجبهة في لبنان مع إسرائيل. نعم الأستاذ إيهاب نافع الخبير في العلاقات الدولية، بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل، كنت معنا مباشرة على شاشة قناة النيل الأخبار. وينضم إلينا الأستاذ عمر الغول الكاتب والمحلل السياسي من رام الله. يعني أستاذ عمر، بداية بعد التحية، يعني كيف تقرأ إيقاف المحاكمة للمسؤولين الأمنيين أو المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن أحداث ما بعد 7 أكتوبر وتأثير ذلك أيضا على مضي قوات الاحتلال في اتجاه الحرب نحو الجنوب اللبناني؟ بداية تحية طيبة لك ولزملائك في قناة النيل. كما تعلم، منذ أن تولى بنيامين نتنياهو مقاليد الأمور في حكومته السادسة في نهاية 2022 مطلع 23، وهو يقود انقلابا قضائيا على القانون الإسرائيلي وعلى محكمة العدل الدولية، وبالتالي حصلت كما نعلم جميعا
ردود فعل صاخبة في داخل المجتمع الإسرائيلي. استمرت المظاهرات لأربعين أسبوعا متتالية وكانت تتضاعف، إلى أن جاءت حرب 7 أكتوبر وتم التوقف عن المظاهرات. بتعبير آخر، أن نتنياهو وحكومته لا تأبه بالقانون الإسرائيلي ولا بالقانون الدولي ولا بأي قوانين دينية أو إنسانية إلى آخره. هو يؤمن بقانون الغاب ويحاول من خلال هيمنته وبلطجته واستمراءه وغروره ونرجسيته كونه مسكون بكرسي الحكم للبقاء في كرسي الحكم، حتى أنه يعمل منذ الآن على إلغاء الانتخابات بال 2026. معنى آخر، السؤال، هل مستغرب على بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة الفاشية أن يبقي الأمور على ما هي عليه وفق مشيئته ورؤيته هو وبرنامجه الذي يضمن له بقاء؟ لأنه كما تعلم أيضا هناك حتى تباين وخلافات بينه، خلافات بالمناسبة بلغت حدا مرتفع فيما بين نتنياهو والمستوى العسكري داخل الكابينيت السابق، وأيضا مجلس الحرب المصغر الذي أعاد تشكيله ووضع فيه أدخل بن غفير. بالتالي هذا الخلاف مع ذلك هو يعتقد أنه ما زال ممسكا بزمام الأمور، ولهذا الأمر لا يريد أن يفجر تناقض أكثر مما هو عليه فيما بينه وبين أقرانه من العسكريين المساعدين من جالانت لهليفي إلى غيره من الضباط في جبهتي الجنوب والشمال، ومن هون ولا حتى مع العسكريين في المعارضة. وأنت تعلم أنه من العسكريين الذين خرجوا رئيسين أركان حرب هما جانس وإيزنكوت، خرجوا نتيجة الخلافات ونتيجة عدم استجابة بنيامين نتنياهو للرؤية التي كان يطالب بها جانس. نعم نعم سيد عمر، يعني هل مع هذه الاستقالات ومع المشاحنات الداخلية في الشارع الإسرائيلي والاحتجاجات المتزايدة والإلحاح بعقد صفقة ما بين الأسرى والمحتجزين، هل ترى أن الدعم الأمريكي هو ضمانة بمثابة ضمانة كافية لنتنياهو للمضي قدما في حرب الإبادة في قطاع غزة وما يحدث في الضفة الغربية ثم توسيع الرقعة في الصراع، رقعة الصراع مع لبنان، أم ماذا يعني؟ نعم، الحماية الأمريكية، وأنت تعلم لم نأتي بجديد ولم يعني نسقط رغباتنا. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي قادت حرب منذ 8 أكتوبر 2023، هي التي جاءت بالحاملات الطائرات وبالغواصات النووية والبوارج والقوات البرية، قوات دلتا وقوات المارينز وغيرها من وأيضا جاءت بكل الغرب معها من أساطيلهم إلى الشواطئ الفلسطينية، وبالتالي هي التي تحمي في مجلس الأمن، في الجمعية العامة، في مجلس حقوق الإنسان، حيثما ذهب هي تقوم برعاية وحماية إسرائيل. وقلنا مرارا من على شاشتكم وعلى شاشات أخرى فلسطينية وعربية ومصرية تحديدا، أن هناك فرق بين الخلافات بين الإدارة وحكومة نتنياهو وبين إسرائيل كثابت من ثوابت السياسة الاستراتيجية الأمريكية، لأنها أداة وظيفية تخدم مصالح هذه الولايات المتحدة والغرب الرأسمالي عموما. يعني كيف تخدم مصالحها إذا ما اتسعت رقعة الصراع في المنطقة؟ يعني هل نفهم من ذلك أن حتى التوغل في الجنوب اللبناني هو يعني محسوب العواقب مثلا؟ وليس هلا أنا
كتبت أول أمس كتبت عن هوفشتين اللي هو الممثل الأمريكي الموجود الذي يستعيد أو يستحضر دور ممثل الرئاسي الأمريكي دين براون في 1975 الذي جاء موفدا من الرئاسة الأمريكية آنذاك وبهدف إشعال فتيل الحرب الأهلية لتحطيم وطرد المقاومة الفلسطينية. هوكشتين لم يأتي للتهدئة، نعم، وإنما جاء لإبقاء فتيل الحرب قائما ولكن بوتيرة منخفضة حتى الآن، إلى أن تتوقف نسبيا الحرب في قطاع غزة، وما زالت الحرب مستمرة. لكن وفق المعطيات المعلنة أن إسرائيل وضعت خطة وحددت ساعة صفر لفتح الجبهة الشمالية، وهذا ما قاله بلينكن لأحد المسؤولين العرب بأن إسرائيل ذاهبة إلى إشعال فتيل الجبهة الشمالية. نعم. طبعا هذا نعم. سيرغم نعم. الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في هذه الحرب لحماية نعم. إسرائيل. نعم. إسرائيل مصلحة بالنسبة لها، وبالتالي ستتحمل وتتكبد خسائر أخرى، ولكن الخيار أنا أعتقد أن هناك اتفاقا ثنائيا بين الإدارة. نعم بالفعل بالفعل يعني سيد عمر، يبدو أن هناك سيناريوهات ستكشف عنها ربما الساعات أو الأيام القليلة القادمة. سيد عمر الغول الكاتب والمحلل السياسي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة على شاشة نيل الأخبار من رام الله. مشاهدينا، كانت هذه إحدى تغطياتنا الإخبارية على مدار الساعة، تابعونا دائما على شاشة قناة النيل للأخبار. دمتم في أمان الله.